الحقيقة برنامج تميز التدريبي الذي تقيمه الكلية الجامعية، برنامج رائع يهدف إلى تطوير المهارات الحياتية للطلاب، يستهدف فئة معينة من الطلاب، إضافة إلى منحهم شهادات تخصصية تفيدهم في هذا المجال. برنامج بيسعى لإيصال الطلاب من المحدودية في التفكير لأفق متوسع أو منفتح أو منتشر، اللي ممكن نوصل بهذا البرنامج أو الفائدة منه أنه بالآخر توصل لمستوى راقي في الطلبة اللي بتخرجهم للمجتمع بعدها. تميز التدريبي برنامج متميز بيساعدنا كثير في المهارات الحياتية بعد التخرج. برنامج حلو كثير ومبادرة رائعة من الكلية. بدأنا تميز التدريبي كثير رائع، نشكر القائمين عليه وندعو جميع الطلاب إلى حضور هذا البرنامج والاستفادة منه بشكل رائع.